صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. وفي الحقيقة يمكن من بين الحاجات الحلوة فيك يا بلدي فعلا ما يحدث من مؤسسة حياة كريمة اللي شاركت في تدشين مبادرة حياة كريمة لإفريقيا، وتم إطلاقها في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ COP27، واللي بتستهدف تحسين جودة الحياة في 30% تقريبا من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفا، الأكثر فقرا في القارة السمراء، القارة الإفريقية، وده هيكون بحلول 2030. تعالوا نشوف هذا التقرير. مؤسسة حياة كريمة شاركت في تدشين مبادرة حياة كريمة لإفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بهدف تحسين جودة الحياة في 30% من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفاً وفقراً في القارة الإفريقية بحلول عام 2030، وذلك بطريقة تتلائم مع التغيرات المناخية التي تواجهها إفريقيا والعالم أجمع. وتم عقد جلسة خاصة حول هذه المبادرة في المنطقة الزرقاء أو البلو زون ضمن فعاليات يوم الزراعة والتكيف في مؤتمر قمة المناخ COP27 في مدينة السلام شرم الشيخ. الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أشارت إلى أثار التغيرات المناخية التي ستعاني منها القارة الإفريقية، والتي ستؤثر بدورها على نوعية حياة السكان الأفارقة، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية، لافتة إلى أن تلك المناطق ستعاني من ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات سطح البحر والتغيرات المناخية المفاجئة خلال هطول الأمطار وغير ذلك من ظواهر الطقس المتطرفة، وحيث ستشكل تلك التحديات المتتالية مخاطر كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي، ما قد يؤدي إلى عكس مكاسب التنمية التي تم تحقيقها. أيضاً أكدت وزارة التخطيط أن إفريقيا تمتلك إمكانات كبيرة لمواجهة هذه التحديات بطريقة حساسة للمناخ، حيث يتحقق ذلك من خلال تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تراعي المناخ وتأخذ في الاعتبار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشراكة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين البلدان الإفريقية.